بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي. والنهاردة هيكون لقاء الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز. نبتدي الأول سريعا كده بتشكيل النادي الأهلي وبعدين نكمل الانترو بتاعنا. تشكيل النادي الأهلي النهاردة هيبقى محمد الشناوي لحراسة المرمى، ناحية اليمين أكرم توفيق، ناحية الشمال أيمن أشرف، الاثنين اللي في القلب رامي ربيعة وبدر بنون، قدامهم اثنين وسط دفاعي أليو ديانج وعمرو السلية، ثلاثة وسط أمامي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على الأطراف، في النص محمد مجدي أفشة، وقدام مهاجم وحيد محمد شريف. نقولهم تاني، محمد الشناوي لحراسة المرمى، ناحية اليمين أكرم توفيق، ناحية الشمال أيمن أشرف، الاثنين اللي في القلب بدر بنون ورامي ربيعة، خط الوسط الدفاعي اللي قدامهم عمرو السلية وأليو ديانج، ثلاثي الوسط الأمامي هيبقى طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، ومهاجم وحيد محمد شريف. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة بالمكسب بإذن الله. بالتأكيد كلنا مستريحين وسعدة، وسعادة كبيرة جدا لما كسبنا الماتش اللي فات في القمة 121 على الزمالك، رغم الظروف الصعبة اللي مر بها الفريق قبل المباراة، نقص عددي، إجهاد، ضغط جامد جدا على اللعيبه، ولكن كل دي كانت دوافع وتحدي كبير للفرقه. والحمد لله لو تفتكروا المباراه اللي فاتت انا قلت لحضراتكم ان الماتشات دي بتخلق نجوم، الماتشات دي بتعمل دوافع، مش شرط ان انت تبقى ناقص في العدد وتخسر لا قدر الله، لا ماتشات اهلي وزمالك بالذات، ودايما بتبقى او في معظم الحالات بتبقى لصالحنا، نكون احنا غيابات عندنا كتيره جدا او مرهقين او مجهدين، ولكن ننزل كل الناس او معظم الناس تقول لك ان الاهلي يتخاف عليه النهارده، الاهلي يعني في صعوبه انه يكسب النهارده. بس انا قلت لحضراتكم الماتشات دي حصلت كتير، السيناريو ده حصل كتير، يمكن كان في قلق قبل الماتش ولكن القلق ده قلق صحي، ولكن خلي عندك ثقه دايما في ربنا طبعا وفي لعيبه النادي الاهلي. زي ما شفنا الماتش اللي فات اللعيبه ما قصرتش، يعني انا عايز اقول لحضراتكم حاجه، الماتش اللي فات ده اللي انا بتكلم عليه احنا مخلصينه اول امبارح بالليل، يعني كنا بدانا يوم جديد، يعني انا حاسس ان انا طلعت فاصل بعد ماتش الاهلي والزمالك ورجعت على الاهلي وسموحه. فما بالك بقى باللعيبه اللي ما لحقتش تريح، ما لحقتش تنام، ده يا دوبك نام تاني يوم تدريب، اليوم اللي بعده ماتش. فالحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يمكن النهاردة ابتدى يرجع واحد من الغايبين اللي هو محمد الشناوي، الباقي كله لسه موجود. محمد الشناوي النهاردة الحمد لله رب العالمين، يعني واحد من الناس اللي هم أساسيين في التيم، مش عايزين برضو إن احنا نغفل دور علي لطفي الماتش اللي فات، ادينا له حقه ولازم نديله حقه، والفترة اللي جاية هتلاقيه داخل كمان مع الشناوي بإذن الله رب العالمين. دخل الشناوي طلع بيكهام، بس بيكهام الحمد لله مش إصابة، ثلاث إنذارات، فالحمد لله على سلامة الشناوي من الإصابة بفيروس كورونا، والحمد لله النتيجة كانت سلبية. اللي أنا عايز أقوله بقى إن ماتش النهاردة ماتش صعب جدا جدا جدا. ليه بقى؟ أنا أقول لحضراتكم، أولا غيابات زي ما هي، تاني حاجة ما لحقناش نريح، تالت حاجه اولا احنا عاملين ماتش كويس قوي. خلي بالكم انا في الماتشات اللي هي الكويسه قوي لما تبقى مثلا مع الزمالك او واخد بطوله، انا ما بلاش ماتشات الزمالك والماتشات اللي هي النهائيات، ما بلاش منها ابدا، انا بقلق باللي بعدها مباشره، مش عشان حاجه، لا دايما بيبقى فيه كده عند البني ادم، مش عند لعيبه النادي الاهلي، عند البني ادم بصفه عامه، بعد اي بطوله او بعد اي ماتش مهم انت كسبته او حصلت على بطوله بيحصل نوع من الاسترخاء كده او الهدوء غصب عنك، ولكن اتمنى ان ده ما يحصلش النهارده. ما بتكلمش على لعيبه الاهلي، انا بتكلم عموما في العموم. فانا ماتش النهارده عندي خلاص بعد ماتش الزمالك مهم جدا، لان انت بعد ماتش النهارده ان شاء الله لو كسبت ترجع لمكانك الطبيعي اللي هو اول الدوري العام في الترتيب، وده مكان النادي الاهلي الطبيعي، ويبقى لك كمان ماتشين بينك وبين الخصم، يعني في ماتشين كمان مؤجلين ليك، وبينك وبين بقيه الفرق من خمس ماتشات لست ماتشات،
عايز اتكلم عن المكسب بتاع الماتش اللي فات سريع. الماتش كمان او المكسب ما كانش صدفه. شفنا حضراتكم اداء جيد جدا 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 من لعيبه النادي الاهلي الشوط الاولاني، وشفنا رجاله في الملعب الشوط الثاني. هتقول لي اصل هم الشوط الثاني مش زي الاولاني، عادي جدا، احنا عملنا مجهود فوق الوصف الشوط الاولاني. الشوط الاولاني مريح، يخلص 3-4 طلعنا كسبانين الحمد لله رب العالمين. الشوط الثاني مستر موسيماني، البعض اتكلم عنه قبل المباراه صوره مش كويسه، مستر موسيماني عرف يدير المباراه كويس قوي وعرف ياخد منها اللي هو عايزه. لو تفتكروا حضراتكم الشوط الاولاني مستر موسيماني لعب ضاغط على فرقه الزمالك، ما اداش الفرصه خالص انها مش تتنفس، يعني الكره الوحيده اللي جت علينا اللي هي كره بتاعه شيكابالا، انما ضغطهم في نص ملعبهم، الفرص وخلق الفرص لنادي الاهلي بس، الاهداف او زياده الاهداف طالع كسبان 2-1. الشوط الثاني الراجل عرف يدير الشوط الثاني، هو قال لك ايه، عرف يقرا الجيم، قال لك الشوط الثاني الزمالك هيجي مندفع عليا، فانا اقفل نص ملعبي واعتمد على الكرات اللي هي في خلف الديفنس بتاعه اللي هي المساحات اللي فاضيه. هو يعني اللعيبه ما قدرتش تنفس بنسبه كبيره اللي هو كان عايزه مستر موسيماني، ولكن على الاقل كان في تنظيم دفاعي جيد، كنت واقف على رجلك، حتى وان كانت بعض الاستحواذ الشوط الثاني كان لنادي الزمالك ولكن استحواذ سلبي، ما كانش فيه تقريبا خطوره على علي لطفي غير ضربه الجزاء اللي هو صدها وكورتين عرضيتين وكره شالها هو في الاخر بالهيد. ولكن مستر موسيماني عرف يتعامل مع المباراه، عرف يتعامل مع كل شوط على حده، لعب بطريقتين ونجح في الاخر ان هو ياخد اللي هو عايزه. شفنا لعيبه رجاله في الملعب، لو تفتكروا حضراتكم اخر ربع ساعه لما ايمن اشرف اتحمل على نفسه وجات الكوره، يعني انا مش عايز اقول يا عيني وصعبان عليه، جات الكوره في هجمه للنادي الاهلي، هو رايح وعمال يزك وبيحمل على رجله، الكوره اتقطعت ورجعت وهو يا عيني عمال يزك وبيحمل على رجله عشان يلحق يرجع تاني. بس ده اتعودنا عليه من لعيبه النادي، من رجاله النادي الاهلي طول عمرهم. بس احنا بقى ماتش خلص ما بنعملش زي الغير ان احنا نقعد بقى نتكلم ونحفل ونقول خلاص هو ماتش خلص، كسبنا 3 نقط، ماتش زيه زي الماتشات اللي جايه، زيه زي ماتش النهارده الحمد لله. في نفس اليوم لان الماتش خلص واللعيبه طلعت من الاستاد 12:30، يعني بدانا اليوم اللي بعده، بدانا الاستعداد لماتش النهارده، ماتش سموحه اللي هيتلعب كمان شويه. بس ده النادي الاهلي وده قدر النادي الاهلي، يخرج من ماتش يخش في ماتش، يخرج من بطوله يخش في بطوله ثانيه. لو حضرتك بتتكلم، انا بقول لحضرتك انا بتكلم حاسس ان انا طلعت من فاصل ماتش الاهلي والزمالك داخل على الاهلي وسموحه. اللعيبه بقى دي اللي عليها ضغوط، يعني ده بيتدربوا ايه؟ دربوا يوم بعد الماتش، ما ريحوش كمان، وبيتكلم ان التاني يوم عندك ماتش. شوف بقى الجهد قد ايه والضغوط اللي على الفرقه قد ايه. وبعدين وكمان ايه، ما تنساش حضرتك ان في صيام، عارف في صيام واحنا بنلعب كل كام يوم ماتشات، كل يومين والتالت ماتش، يومين والتالت ماتش، لحد امتى؟ لحد 10 مايو. تخيل، يعني حتى اللعيبه مش ما تاخدش نفسها، كمان عندك غيابات واصابات. شايف ان دي كلها ضغوط على لعيبه الاهلي، ولكن الاصابات والغيابات والحاجات اللي بتحصل فينا والضغوط اللي بتتعمل علينا خلت عند اللعيبه دوافع. طيب انا هوريكم، انا الاهلي، احنا رجاله الاهلي، بس اللي بيحصل ده يا جماعه كتير قوي، ما بيحصلش مع اي فريق في العالم، ما فيش حد كده. يعني انت تخيل ان انت بتلعب كل يومين ماتش، وشهر رمضان فيه صيام، وداخل بعد كده على ايه؟ قرعه البطوله الافريقيه الدور الثمانيه يوم 30 ابريل، وانا بمثل مصر، مطلوب مني كمان ايه؟ ان انا اكسب، وان انا بمثل مصر خلي بالك، والماتشات اللي جايه هتبقى خروج مغلوب، يعني ماتش هنا وماتش هناك، والكسبان بمجموعه مرتين هو اللي يكمل. وبتتكلم عن ايه كمان؟ المنافسين سواء بره او جوه بيكونوا مريحين، لكن للاسف كمان الاهلي وهو مضغوط بالماتشات دي
بالماتشات دي كمان هنلعب دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقنا ويكرمنا. بس انا عايز اقول لكم الضغوط اللي على اللعيبه مش علشان تراعوا الموضوع دوت، لا، علشان حضرتك لما تبص وتشوف اللي بيحصل مع النادي الاهلي ومع الفرق الثانيه تعرف قد ايه حجم الضغوط على اللعيبه دي، ومفيش مراعاه ابدا للعيبه النادي الاهلي في المهمه، حتى انك انت بتمثل مصر في افريقيا، انت الوحيد اللي بتمثل مصر في افريقيا في بطوله ابطال الدوري. عموما كل دي والامور اللي بتحصل دي شفنا رجاله النادي الاهلي اتغلبوا عليها ازاي المباراه اللي فاتت. نتمنى النهارده يكملوا، لان مباراه النهارده برغم الغيابات وبرغم ان انت هتبقى المباريات بتاعتك لسه ناقص لك مباراتين، انما مباراه النهارده لو كسبت ان شاء الله باذن الله نكسب، هنبقى متصدرين الجدول ونرجع لمكاننا الطبيعي. تعالوا بقى نشوف كواليس مباراه النهارده، نروح لزمايلنا الاعزاء فاروق صلاح ومحمد توفيق نعرف منهم ايه اخبار الاجواء النهارده. مساء الخير يا فاروق، ازيك؟ برحب بيك. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من استاد الاهلي والسلام، واخر استعدادات وكواليس مباراه الاهلي وسموحه المؤجله من الاسبوع الحادي عشر للدوري المصري الممتاز. طبعا انا مش هزيد على الكلام اللي حضرتك قلته يا كابتن ايمن، كلام مهم جدا طبعا في ظل الضغوط وفي ظل تلاحم المباريات، كل يومين بتلعب مباراه وانت مطالب بالحفاظ على بطوله الدوري، مطالب بالحفاظ على بطوله كاس مصر، مطالب بالحفاظ على بطوله دوري ابطال افريقيا، ومطالب ايضا بكاس السوبر الافريقي المقرر ليه يوم 28 مايو، كلها ضغوط في وقت صعب جدا في ظل صيام. طبعا انا مش هزيد على الكلام اللي حضرتك قلت، اني حضرتك قلت كلام مهم جدا، لكن زي ما حضرتك قلت ان دي الظروف اللي دايما بتصنع شخصيه النادي الاهلي، وهي اللي على مدار تاريخ النادي الاهلي بتصنع شخصيه النادي الاهلي. طبعا الفريق النادي الاهلي عاقب الفوز على فريق الزمالك كان طوى صفحه الانتصار على الزمالك، كابتن سيد عبد الحفيظ وبيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين، مباراه بثلاث نقاط انتهت، بنبدا نستعد يعني استعداد الاهلي لسموحه بدا مع انتهاء صافره مباراه الاهلي والزمالك. سريعا ثاني يوم الفريق بدا استعداداته وتدريباته بالامس، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي دايما بيبقى موجود في الميعاد، موجود مع لعيبه النادي الاهلي في كل وقت في كل زمان، بيدي قوه الدفع للاعبين. طبعا شكر اللاعبين والجهاز الفني على ادائهم في مباراه الزمالك، وقال انا مقدر الضغوط اللي انتوا فيها وتلاحم المباريات، ولكن دايما ده قدرنا احنا النادي الاهلي، دايما مطالبين بان احنا نتعامل مع كل الظروف، وشخصيه النادي الاهلي هي اللي بتفرق. طبعا عقب المران الاخير توجه الفريق طبعا للمبيت في احد الفنادق القريبه استعدادا لمواجهه فريق سموحه. طبعا غيابات حدث ولا حرج يا كابتن ايمن، غيابات كثيره جدا بينضم ليها مؤخرا طبعا احمد رمضان بيكم لحصوله على ثلاث انذارات. النادي الاهلي طبعا في هذا اللقاء بيستعيد طبعا محمد الشناوي، وطبعا زي ما حضرتك استعرضت تشكيل النادي الاهلي طبعا يعني بتستعيد لاعب بتفقد لاعب، النهارده اكرم توفيق في مركز الظهير الايمن ومحمد الشناوي بتستعيده في حراسه المرمى، لكن انا عايز اقول لك الروح اللي انا شفتها اثناء تواجدي مع الفريق في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، الروح اللي ما بين الشناوي وعلي لطفي هي دي سر نجاح النادي الاهلي يا كابتن. ده اللي انا كنت عايز اسالك عليه النهارده. شوف الروح وعلي لطفي ده اللي انا كنت عايز اسالك عليه النهارده. بالظبط يا كابتن ايمن، شوف بالظبط يا كابتن ايمن، شوف الروح اللي ما بين علي لطفي وعارف ان الشناوي هيلعب، يعني انا عايز اقول لك ما تحسش ان علي لطفي زعلان او لا يا كابتن ايمن، هو ده النادي الاهلي، الروح اللي ما بين اللاعبين، انت عارف ان طبعا وقت صيام الوقت كتير اللعيبه بتبقى قاعده مع بعض بتتناقش بتتكلم، دور اللعيبه الكبار ايمن اشرف والسوليه ووليد سليمان وسعد سمير ورامي ربيعه مع اللاعبين، انا عايز اقول لك يا كابتن ايمن دايما دايما البطولات بتبدا من داخل اوضه اللبس ومن داخل الغرف المغلقه، وهي دي سر نجاح النادي الاهلي جيل بعد جيل. يعني اقدر اطمنك ان شاء الله ليه على المباراة اليوم، طبعا فريق النادي الاهلي كان تحرك في تمام الساعه 7:30 من الفندق اللي بيقيم فيه فريق النادي الاهلي الى واتجه الى استاد الاهلي والسلام. طبعا زي ما قلت لك الروح المطمئنه للاعبين، التركيز اللي عند اللاعبين، ايضا يعني طاقم تحكيم اللقاء اللي يعني لدى وصوله لارض الملعب قام بتفقد ارض الملعب اللي بتظهر في صوره اكثر من رائعه، استاد الاهلي والسلام بيظهر في صوره اكثر من رائعه. النهارده بيدير طاقم تحكيم للقاء محمد الصباحي حكم الساحه بيعاونه احمد نوفا المساعد اول وسامي هلها المساعد ثاني،
احمد ده صالح حكم رابع اثنين لحكام الفيديو سيد شعبان وصبري ابراهيم. يعني لدى وصول لفريق النادي الاهلي طبعا مستر ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى قام بتفقد ارض الملعب، وطبعا يعني انا سالته على الشناوي وعلى لطفي قال لي الاثنين معاه عندي الاثنين كويسين جدا، والشناوي النهارده موجود لكن الاثنين بيتمتعوا، انا سعيد، يعني قال لي انا سعيد جدا بالروح اللي ما بين الشناوي وعلي لطفي، ودي زي ما قلت لك يا كابتن ايمن هي سر نجاح النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يقدر يستعيد القمه، فوز النادي الاهلي ان شاء الله باي نتيجه يعود النادي الاهلي على القمه المفضله بطوله الدوري المصري. انا معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا فاروق، ومن فاروق هنروح لزميلنا العزيز محمد توفيق نعرف منه اخر الاخبار عنده ايه. مساء الخير يا محمد، اتفضل. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء واستوديو تحليلي جديد مباراه الاهلي وسموحه على استاد الاهلي والسلام في اطار يعني مؤجلات الجوله 11 من الدوري العام. يمكن خلينا اكلمك بشكل اكبر عن فريق سموحه واستعداداته للمباراه. كان فريق سموحه يعني اختتم استعداداته بالامس على ملاعب الفريق في محافظه اسكندريه، وبعد كده كابتن احمد سامي المدير الفني للفريق اصطحب 20 لاعبا لدخول معسكر مغلق ليله المباراه هنا في محافظه القاهره. يمكن سموحه زي ما حضرتك اتكلمت في البدايه فريق من الفرق اللي بتادي بشكل ممتاز الموسم دوت. يمكن سموحه بيخش المباراه وهو عنده 24 نقطه حصدهم من 17 مباراه، فاز في 4 مباريات وتعادل في 12 مباراه، وده رصيد كبير جدا من التعادلات، وخسر في مباراه واحده. يمكن كان ليا حديث مع كابتن احمد سامي قبل المباراه، اتكلمت معاه قال لي يمكن ما حققناش فوز كتير، معظم المباريات تعادل، لكن الحاجه المهمه والايجابيه ان احنا ما بنخسرش. يمكن بنسجل اهداف كتير لكن للاسف في اخطاء كتير عندنا يعني بتخلي اهداف كتير تدخل مرمى الفريق. قال لي ان طبعا اتكلمت مع اللاعبين عن قيمه النادي الاهلي، والنادي الاهلي خارج من مباراه كبيره امام نادي الزمالك ومؤدي بشكل اكثر من رائع، لكن احنا جايين النهارده عشان نعبر عن نفسنا بنلعب الخطه او التشكيل المعتاد لينا. يمكن النهارده سموحه بادئ 4-2-3-1، القوه الهجوميه كلها النهارده في نادي سموحه موجوده ومتواجده خلال المباراه. يمكن دي اخر مباراه لمهاجم الفريق وهداف الفريق حسام حسن والباك الشمال كمان محمد الطرهوني بعد اعارتهم رسميه لنادي اهل طرابلس الليبي لنهايه الموسم. كابتن ايمن يعني يمكن من خلال بحث كده فريق سموحه وبعض الاحصائيات الخاصه بفريق سموحه، يمكن فريق سموحه حط 24 جول في يعني اللاعبين الموجودين في ارض الملعب النهارده سجلوا 22 جول، منهم يمكن بس بيغيب محمد عبد المنعم المدافع الاصابه ده احرز هدف واحد، وكمان رفيق كابو احرز هدف واحد، وعلى دكه البدلاء النهارده يمكن حسام حسن النهارده اللي بيلعب مهاجم اساسي احرز 8 اهداف، كمان احمد عبد القادر احرز 3 اهداف، مصطفى فتحي 5 اهداف، عبد الكبير الوادي احرز 4 اهداف، رجب نبيل المدافع احرز هدفين. فبنتكلم في قوه هجوميه كبيره جدا لنادي سموحه النهارده، مباراه قويه زي ما حضرتك قلت في البدايه، اعتقد ان شاء الله يعني نشوف مباراه كبيره النهارده ويكون التوفيق حليف النادي الاهلي. يمكن سموحه زي ما حضرتك اتكلمت من الفرق اللي مقدمه بشكل اكثر من رائع السنه دي، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يكون في الموعد ويكون عند الميعاد ويحقق فوز زي ما قلت حضرتك وذكرت في مقدمتك عشان نرجع لمكاننا الطبيعي على صداره الدوري. يمكن سموحه النهارده كمان لما اتكلمت مع الجهاز الفني اتكلموا ان المباراه النهارده مهمه بالنسبه لهم في صراع الدخول للمربع الذهبي. يمكن نادي سموحه يفصله عن دخول المربع الذهبي 4 نقاط فقط، يمكن ده الهدف اللي كابتن احمد سامي اتكلم في المحاضره النهارده قبل المباراه مع اللاعبين، قال عاوزين نستغل حاله النشوه والفرح اللي فيها النادي الاهلي، وهو قال ان كان لاعب سابق في النادي الاهلي وعارف ان الاجواء يعني داخل النادي الاهلي مختلفه والنادي الاهلي عنده دوافع بتتجدد كل مباراه، لكن انا كمان حاولت اخلق دوافع للاعبين عشان يخشوا النهارده ويؤدوا اداء كبير امام النادي الاهلي. قال يمكن ما اتكلمتش كمان في التحفيز كتير، اي لعيب يبقى قدام النادي الاهلي عايز يعني يلعب احسن ويقدم احسن ما عنده، قال يعني اهم مباراه في الموسم بتبقى لاي لاعب مش محتاج فيها تحفيز كتير هي امام النادي الاهلي، ان اللاعبين بينزلوا يلعبوا ويؤدوا اقصى ما عندهم. قال يمكن اتكلمت مع اللاعبين وقلت لهم احنا بنلعب فريق كبير والنادي الاهلي، لكن محتاجين ان احنا نلعب كورتنا المعتاده ما نخافش ونلعب كورتنا ونهاجم ونعمل مباراه كبيره امام النادي الاهلي. وقال يعني بتمنى التوفيق للنادي الاهلي بالطبع، ان شاء الله النادي الاهلي يقدم مباراه كويسه النهارده. كمان يمكن عايز اكلمك الاجواء هنا داخل الملعب، يمكن درجه الحراره بدات تقل كتير جدا عن النهار، يمكن الجو فيه بعض البروده، كمان في اتجاه شديد للرياح ناحيه المرمى اللي هيبقى على يمين المقصوره الرئيسيه. الاجواء هنا كلها بتقول ان احنا ان شاء الله هنشوف مباراه اكثر من رائعه في اجواء رمضانيه رائعه، وان شاء الله يتوج المجهود بفوز النادي الاهلي والحصول على 3 نقاط في طريق التتويج والمحافظه على اللقب المعتاد للنادي الاهلي لقب الدوري. ان شاء الله حضرتك كابتن عادل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن احمد بلال، والكابتن عادل مصطفى. ارجوكم انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم اهلا وسهلا بيك منورنا. يا كابتن ايمن اهلا بيك. كابتن عادل عبد الرحمن اهلا وسهلا بيك منورنا. يا كابتن ايمن كل سنه وانتم طيبين. طب الصحه والسلامه. كابتن احمد بلال اهلا وسهلا بيك منورنا. ربنا يخليك كابتن ايمن ربنا يكرمك. كابتن عادل مصطفى اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك كابتن. اهلا بيك كابتن. كابتن شريف يمكن قلت في الانترو دي زي ما اكون حسيت كده ان انا طلعت فاصل ورجعت على الماتش ده، يعني ما لحقناش، طالعين من معمعه وماتش جامد جدا، يا دوبك اللعيبه اتمرنت يوم وداخله على موقعه صعبه جدا النهارده، ولكن لو تخطيتها ان شاء الله نبقى اول الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيش كلام، الكلام انت بتقوله ده طبعا كلام مهم جدا، ثلاث نقاط النهارده خلوك تعتلي قمه الدوري. انا برضو انا وبلال واللعيبه اللي هي مخضرمه قوي في الحكايه دي، لما بتطلع مباراه كبيره زي المباراه اللي هي بتاعت زي نادي الزمالك وتبقى عامل جيم كويس قوي، مراجع فيه الثقه، مراجع فيه الفرديات، مراجع فيه معطيات كتير قوي لكل اللعيبه. بيبقى عندنا حاله بعد كده في ال 48 ساعه اللي انت بتقول انا ما لحقتش ثلاثه من فاصل لفاصل، ممكن يشوبها اي شيء، ممكن يبقى فيه اداء اقل شويه، يمكن المس باص اللي ما كانش موجود في نادي الزمالك ماتش الزمالك خالص النهارده، ممكن في الارهاق شويه او في الضغط شويه ممكن تلاقيه. انما احنا بنتمنى طبعا ان احنا ما نلاقيش الحاجات دي خالص في مباراه النهارده، ونعمل تكمله بنفس الروح بنفس الاداء بنفس الثقه اللي كل لعيب خدها في نفسه. يعني انا يعني كنت سعيد بكذا لعيب، انا ما كنتش معاكم في الاستوديو، انما وانا قاعد بتفرج مبهور بعمرو ربيع بربيعه، مبهور بايمن اشرف اخر في اي لحظه ابص الاقيه اذا كان كل المراكز بيلعب فيها، مبهور بمحمد شريف والثقه اللي هو بياخدها وبيأدي بيها وبيصوب بيها وبيعمل نتيجه كبيره قوي للنادي الاهلي ولنفسه، موهوب لبقيه يعني مبهور بكل اللعيبه اللي هي بتمسك الكوره وعندها ثقه انها تقدر تعدي وتقدر تعمل هجمه وتقدر تدافع ومفيش اهتزاز، مفيش قلق، مفيش اي حاجه، كل كوم طبعا بتتصدر لعلي علي لطفي اللي ادى الامان لبقيه الفرقه. يعني كان احنا كنا بنقول ان علي بقاله كتير ما بيلعبش، عنده تاخرات، عنده حاجات، النهارده شكل الجيم هيبقى عامل ازاي، انما النهارده علي لطفي بقى صمام امن، هو اللي بيدي الطمانينه لكل الناس. رامي ربيعه في الملعب بياخد منه ثقه، بنون بياخد ثقه، كل خط الدفاع النهارده بيلعب ونسيو ان في حاجه اسمها علي لطفي. ويا سلام كمان انه النهارده بيثبت معطياته الاكثر وبيصد ضرب الجزاء وواقف اكنه بقاله ما شاء الله هو والشناوي ماتش وماتش، يعني ما حسيناش قوي باي حاجه. فهو انا كل اللي بتمناه النهارده ان احنا نفس الوتيره، نفس الشكل، نفس الروح اللي احنا كنا موجودين فيها مباراه الزمالك، بناكد اعتلاء القمه النهارده باذن الله باول ثلاث نقاط ومن اول شوط ان شاء الله. يعني ده زي ما احنا عدينا فتره عدم التاخر دايما في الشوط الاولاني ان احنا ما بنحرقش اهداف، ما بيكونش لنا سبق التهديف، لنا اي وجود، احنا عايزين النهارده تكمله باذن الله لل 90 دقيقه اللي فاتوا تاكيدا لاسم النادي الاهلي والتيشيرت الاحمر ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، يمكن الماتش اللي فات زي ما قال كابتن شريف اللعيبه عملت مجهود كبير جدا جدا خصوصا الشوط الاولاني، الشوط الثاني يمكن مستر موسيماني لعب بطريقه مختلفه، ولكن الاجهاد ده مع عدم فترات الراحه الكافيه مع وجود مصابين وغيابات كتير، هل بيأثر، ممكن يأثر على اداء النادي الاهلي النهارده؟ طب خليني بس يا كابتن اقول لك حاجه مهمه قوي، انك انت عندك 9 مباريات في رمضان. صحيح. صعوبه. صحيح. صعوبه في ايه؟ انت عندك 3 حاجات انت لازم تشتغل عليها، اولا بتشتغل على كورونا، الوقايه منها، ودي في حد ذاتها ارهاق للاعبين لانك في بعد وخوف وحاجات كده كتير قوي. الحاجه الثانيه ضغط المباريات اللي انت بتلعبها، كل المفترض الاستشفاء دلوقتي لازم تعملها في حوالي 32 ساعة ليس أكتر، إنك ترجع اللعيبة لحتة اللي هم يبقوا طبيعيين من جديد طبيعيين. الحاجة الثالثة والمهمة إنك أنت ضغط المباريات واللي هي فيها الإصابات اللي إحنا بنتكلم عليها لو في ضغط المباريات. أعرج على ماتش الزمالك بكلمتين. ماشي اتفضل. الناس كلها بتتكلم على إن النادي الأهلي كسب الزمالك وهو عنده نقص كتير قوي في اللعيب. تمام. هذه حقيقه، ولكن عايز اقول لك سمه البطل والفرقه الكبيره ان كل ال 30 لاعب او القايمه كلها لازم تبقى كلها زي بعض. لانك انت دي قيمه النادي الاهلي. الانديه الاخرى ما تقدرش تجيب الا 2 3 5 6 7 لعيبه كويسين، لكن انت تقدر تجيب
عندك لازم يبقى القائمة بتاعتك كلها لعيبة تساوي قيمة النادي الأهلي. عشان كده أنا مش خايف من حتة ضغط المباريات علينا، التسع مباريات مش خايف عليها، ولكن اللي خايف عليها بس حاجة واحدة مهمة قوي، هي الصيام في الوقت الحالي. أنت عارف يا كابتن أنك أنت عضلتك بيتاخد منها، يعني عايز اقول لك سوائل حاجات كتير، في حاجات بقى نتكلم في الاحمال والحاجات دي، لكن اللي انا عايز اقوله لك انك انت لما بتوصل كمان لثالث 10 ايام في رمضان دي بتبقى فيها صعوبه اكتر، لان بتنزل اللياقه البدنيه المفترض عندك بتنزل 30%. واي حد لازم يدرس الامور دي لازم هيشوفها بالشكل ده، 30% ان النادي الاهلي هيخسر منها لياقه بدنيه ويتعرض للاصابات والاجهادات علشان حته الاكسجين في العضله وحاجات كتير من التغذيه. لكن في الاخر اللي انا عايز اقوله لك ان النادي الاهلي متعود على هذا الشيء، ان النادي الاهلي عنده كم من اللاعبين يقدر يعتمد عليهم. لو موسيماني كبر قاعده اللاعبين وهو بدا يكبرها، وماتش الزمالك ادت رامي ربيعه، ادت علي لطفي حاجه كده، وحته علي لطفي دي مهمه جدا لمحمد الشناوي. يمكن محمد الشناوي افضل جون في مصر، ولكن محتاج ان واحد كمان يشيل معاه، وحتى مصطفى شوبير الثالث بتاعهم يقدر يشيل معاهم. ولكن بكلمك على بقى علي لطفي دلوقتي في اي وقت ممكن عنده ثقته انه ياخد في اي مباراه للنادي الاهلي. فدلوقتي اللي انا عايز اقوله لك انك احنا ان النادي الاهلي النهارده لو اعتلى القمه ان شاء الله، ان شاء الله مش هينزل، هينزل ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. كابتن بلال، يمكن شفنا مع بعض الماتش اللي فات، شوط اول كان هايل، المباراه بصفه عامه مستر موسيماني عارف ياخد منها اللي هو عايزه، اداء رجولي من اللعيبه خصوصا الشوط الثاني. الشوط الاول كنا فنيا احنا اعلى، الشوط الثاني الحمد لله قدرنا نطلع بنفس نتيجه الشوط الاول وكسبنا المباراه. ولكن انا كلاعب كوره ساعات بقلق قوي بعد لما تبقى كسبان ماتش كبير او بطوله من الماتش اللي بعده على طول. دي حقيقه. لسه بنتكلم انا وكابتن شريف قبل ما ندخل الاستوديو، يعني المشكله بس بعد الماتشات الكبيره انك يعني بلغه الكره بتريح شويه، تمام؟ خلاص انت كسبان، كسبان الديربي، كسبان نادي الزمالك، خلاص قاب قوسين اودنا انك تعتلي قمه الدوري، وده امر طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، وما عندكش راحه كمان، ما عندكش راحه كمان. طبعا احنا هنتكلم عن الضغوط، لان الضغوط كبيره جدا. انت عندك بعد 48 ساعه حقيقيا عندك مباراه امبي، مباراه صعبه جدا، مباراه يوم السبت. النهارده الاربع، عندك خميس جمعه تلعب سبت، يعني بيطلعوا من الملعب يوم الخميس، مش هتلحق يعني. المفترض هيطلعوا من هنا على امبي على طول، تمام؟ مفيش وقت يعني للراحه يعني. وكابتن عادل اتكلم فيها، النادي الاهلي عشان بطل فعنده هيقابل مشاكل ويعاني من حاجات كتيره جدا. اولها الضغوط. انت بتلعب في افريقيا، النادي الوحيد اللي اصبح بيلعب بطوله افريقيا في بطوله، يعني نادي الزمالك خرج، النادي الاهلي موجود في بطوله دوري الابطال، عليك ضغوطات كبيره جدا، مطالب انك تحصل على بطوله دوري الابطال، مطالب انك تحصل على بطوله الدوري العام. كل مباراه بالنسبه لك هي مباراه كاس، انت بتقابل كل مباراه بالنسبه لك هي مباراه بطوله بالنسبه للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. انت كسبت نادي الزمالك زي ما انت قلت، وزي ما احنا شفنا المباراه اللي فاتت، الشوط الاول اداء ونتيجه ولياقه بدنيه وكل الحاجات اللي ممكن تتخيلها في الكره النادي الاهلي عملها. الشوط الثاني ابتديت تحافظ شويه، لان انت برضو المخزون اللي عندك يعني لازم يعني تستغله بشكل جيد. لازم توفر شويه من المخزون اللي عندك، اكيد مش هتلعب طول ال 90 دقيقه ضاغط، مفيش فرقه في العالم بتلعب 90 دقيقه تضغط على الخصم. فوضع طبيعي ان الاداء هيبقى يعني شويه بتضغط وشويه بتريح، شويه بتقابل، شويه بتضغط من قدام، شويه بتقابل من 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 يعني من الخط الخلفي شويه، وده اللي عمله مستر موسيماني. عشان كده احنا اشدنا بيه المباراه اللي فاتت، قلنا ان الشوط الثاني اداره بحكمه. يعني كان ممكن النادي الاهلي يكمل، لكن الاجهاد اللي على النادي الاهلي، اللعيبه المصابه، الغيابات الكتيره اللي عندك، بتضطر احيانا ان المدير الفني ان هو يغير من البلان بتاعه، يغير من الفكر بتاعه، بدل ما يبقى الاداء هجوم وضغط طول المباراه، بيبدا بيجي في وقت من الاوقات انه يريح لعيبه شويه، يقابل من نص ملعبه. عشان كده شفنا الاهلي المباراه اللي فاتت عمل تغييرات كتيره في اماكن كتيره، ابتدى يقابل من نص الملعب عشان ما يديش فرصه. ادى النادي الزمالك الاستحواذ، ولكن دون فاعليه حقيقيه، باستثناء يمكن هي كره اللي حصل منها ركله جزاء، وكان ممكن طبعا يعني لولا التدخل يعني بتاع رامي ربيعه كان ممكن ما يحصلش الكلام ده. لكن عايز اقول ان النهارده مباراه سبوحه ممكن يكون في يمكن قلق سنه صغيره، لان الماتشات الكبيره لما بتخرج منها بتخرج بنشوه، وما يبقاش عندك فتره بعديها انك تريح وتستعيد قواك العقليه مره ثانيه وتستعيد تركيزك، ممكن يبقى فيها بعض المشاكل الصغيره. في دور كبير جدا على مستر موسيماني التعامل مع اللعيبه بشكل جيد، في دور كبير على كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو برضه يتعامل مع اللعيبه بشكل جيد عشان يؤهلهم ويعرفهم ان دي مباراه لا تقل اهميه في النقاط عن مباراه الزمالك، وده مهم جدا بالنسبه للعيبه. النادي الاهلي مطالب
النهارده بدخوله في الماتش زي ما عمل في ماتش الزمالك. لو دخلنا النهارده في المباراه زي ما دخلنا في مباراه الزمالك اعتقد الاهلي ممكن يحقق النتيجه جدا من الشوط الاول باذن الله رب العالمين. كابتن عادل اتكلمنا كلنا عن ضغوط، ازاي مستر موسيماني بقى يقدر يتعامل مع الضغوط دي في ظل كمان ان انت ما عندكش اوقات للراحه كافيه. هو احنا من ثلاث مباريات، من اول مباراه المريخ وسيمبا، اتكلمنا في ان لازم الدوافع تتغير عند بعض اللعيبه او جوه الفرقه، لازم يبقى في دوافع كويس، والدوافع دي حصلت بطريقه مباشره في مع بعض اللعيبه وطريقه غير مباشره في اماكن تانية زي رامي وزي بيكهام والنهارده اكرم طاهر شحات. فانت بقى في دماء جديده دخلت الفريق، وده ما قللش من الناس اللي كانت موجوده. الناس اللي كانت موجوده اخذت كام مباريات كتيره، كان عندها ضغوط كتيره، كان عندها خرجت من افريقيا، راحت كاس عالم انديه، مباريات الدوري، مباريات افريقيا، فكان في توالي في المباريات، وكان في ضغوط كتير على اللعيبه، ضغوط بدنيه وضغوط نفسيه. الضغوط البدنيه اتغيرت بشكل بطريقه معقوله، ان في النهارده بتتكلم في الفرقه دخل خمس عناصر جداد، بتتكلم الماتش المباراه اللي فاتت دخل علي لطفي، بيكهام، رامي ربيعه، طاهر، حسين الشحات، شريف برده ما كانش بياخد ال 90 دقيقه في كل المباريات. فبالتالي انت دخلت دماء جديده في الفريق ودخلت بمكسب وعملت مكسب كمان، فدي حاجه انا كنت في المباراه اللي فاتت ان دي هتفرق مع النادي الاهلي في التسع ماتشات الجايين، لان اتعملت روتيشن طبيعي وانت كسبان، وكمان رجع لك الدكه بتاعتك او الناس البدلاء اللي هم اساسا كانوا اساسيين، يعني هم كانوا اساسيين، يعني بتتكلم وليد سليمان لعيب اساسي، كهربا لعيب اساسي، مروان، ناصر، اللعيبه كلها اللي موجوده على دكه البدلاء النهارده كانت كلها وبواليا كلهم كانوا موجودين. فبالتالي بقى في روتيشن طبيعي، تدوير طبيعي للعيبه ينفعك الفتره الجايه ان شاء الله. ده مهم جدا للي جاي. اللي فات احنا اتكلمنا مباراه المريخ وسيمبا خلاص خلصناه، وكان عندنا نفس التخوف ده، ونتمنى ما يبقاش فيه اصابات جديده كمان ان شاء الله. مش هيبقى فيه اصابات، خد بالك توالي المباريات في سلاح ذو حدين. لما تكون بتكسب بتعمل معاك فرق كبير جدا، لو كل ثلاث مباريات كل ثلاث ايام مباراه المكسب بيجيب مكسب نفسية. في الكوره كده المكسب بتلاقيه نفسيا بيجيب مكسب. الخساره الفرقه اللي بتقع ماتشين ورا بعض في التسع ماتشات دول بتلاقيها شويه بعدت عن المنافسه. صحيح. النادي الاهلي عنده فرصه كبيره، وانا شايف ان النهارده انا بصراحه النهارده انا متفق ان بعد المباريات الكبيره في تخوف شويه من الاداء، ان اللعيبه شويه نفسيا بتقل، لكن النهارده الامور مختلفه، لان اللعيبه ما قبل مباراه الزمالك ما كانش في التوب فورم بتاعها نفسي وبدني. دلوقتي وبعد مباراه الزمالك اعتقد هيبقى في دفعه للي جاي. صحيح. ومش هيبقى مش اللعيبه مش هتلحق مستواها يقل، لا بالعكس، كل ثلاث ايام مباراه دول المباراه دي هتلاقي اللعيبه بدات تدخل بشكل جيد جدا. الروتيشن بقى لازم نشوف الاماكن اللي هي اللي فيها صعوبات عندنا شويه، زي ديانج والسوليه، الناس دي برده لازم تبدا تريحهم جوه المباريات بشكل جيد. ولكن بقيه الفرقه في عنصر، بقيه عناصر الفرقه لا، في دماء جديده دخلت ادوا بشكل كويس، ان الناس اللي نزلت كمان مع ان هي ما عملتش دور هجومي كبير، ولكن ان هي ادت المباراه بشكل جيد، خرجوا من المباراه بالشكل اللي احنا كنا عايزينه كلنا، المكسب واداء جيد. فانا شايف ان الفتره الجايه فتره مهمه جدا للنادي الاهلي، فيها اكتمال للعناصر مع كمان دخول العناصر الثانيه معاك. اعتقد التسع مباريات اللي في رمضان ممكن نحصد فيهم نقاط جيده جدا، ويبقى في كمان اداء احسن باذن الله، لان توالي المباريات بيعمل استقرار جيد للفريق ان شاء الله رب العالمين. هنطلع لفاصل ونرجع نتكلم مع نجومنا على تشكيل الفرقتين وطريقه لعبهم، ارجوكم انتظرونا. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. هنقول سريعا تشكيل نادي سموحه: الهاني سليمان لحراسه المرمى، ناحيه اليمين اطهر الطاهر، ناحيه الشمال محمد ترهوني، الاثنين اللي في القلب محمود البدري ورجب نبيل، اثنين خط وسط دفاعي محمد حليم ومحمد كناريا،
قدامهم ثلاثي وسط هجومي عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي على الاطراف، واحمد حمدي عبد القادر في القلب، وقدام مهاجم وحيد حسام حسن. لو بصينا على تشكيل النادي الاهلي يا كابتن شريف، هيلعب نفس الاسلوب 4-2-3-1، ولكن هل هيبتدي نفس البدايه اللي لعب بيها مباراه الزمالك؟ والله هقول لك على حاجه، انا وانا بتفرج على ماتش الزمالك حسيت ان الاوردر الفني بتاع المدير الفني انزلوا استمتعوا، انزلوا اعملوا الكره اللي عندكم، اداهم ثقه كبيره جدا في كل لعيب، كنت تحس ان هو اوفر كونفيدنت، يعني عنده ثقه عاليه جدا في نفسه وفي ادائه. فنفس الاسلوب اللي انت بتقول بقى 48 ساعه، نفس الحوار، نفس التفكير، نفس الشكل. انت معنى مباراتك انك انت بتكسب نادي الزمالك، اللي هو ايه؟ ان انت النهارده مستني المباراه بتاعت النهارده دي اللي هي هتخليك على تعتلي القمه، تعتلي القمه. مظبوط. فالمفهوم ده موجود عند اللعيبه كلها. صحيح. المفهوم ده موجود عند المدير الفني وهو ده اللي بيطلبه. ومعانا على الشاشه الارقام بتوع الفرقتين كمان. مظبوط. اتفضل. فانا النهارده كمدير فني وكلاعبين احنا عندنا هدف واحد، ان احنا نعتلي القمه. صح. ونبتدي بقى في حاله الاستمرار، ان احنا ما ننزلش عن الشكل ده. وانا اللي سعيد بيه حاله الثقه اللي بقت موجوده في كل لاعب. صحيح. انت امتلكت ايجابيات كتيره جدا ايمن، التصويبات، انا اول مره اشوف سوليه بيلعب في نص الملعب بهذا الانسيابيه، ديانج مسخر نفسه لقطع اي كوره تعمل اي خطوره على فرقه النادي الاهلي، كل واحد عارف امكانياته شكلها ايه، بس الكوره اللي هو بيعرفها، الكوره اللي هي عنده، الفرديات العاليه في الملعب. أي. مش مطلوب منك يا ايمن النهارده غير ان احنا بنعمل كماله، كماله لل 90 دقيقه اللي فاتت بتاعه مباراه الزمالك. صحيح. كابتن عادل، فرقه سموحه بيطلق عليها لقب ملك التعادلات. يمكن بقى لنا 3 سنين داخلين اهو في السنه الثالثه، فرقه سموحه ارقامها غريبه جدا ومحيره. يعني مثلا هو ثاني اقوى خط هجوم مع نادي الزمالك بعد النادي الاهلي 24 هدف. عنده ثاني هدافي الدوري العام حسام حسن 8 اهداف. خسر مره واحده بس، وده اقل الفرق تعرضا للخساره. سيبك من النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ما تعرضش لحاجه اصلا. فهو خسر مباراه واحده. جايب 24 هدف، قلنا اقوى خط، ثاني اقوى خط هجوم، ولكن هو في المركز الثامن. لو بصينا على الارقام دي مع ادائه، مع غريبه جدا كمان المدربين اللي جم عليه في خلال سنتين جابوا علي ماهر شالوا علي ماهر، جابوا طارق يحيى شالوا طارق يحيى، جابوا عادل عبد الرحمن سعادتك شالوا عادل عبد الرحمن، جابوا حسام حسن شالوا حسام حسن، جابوا حماده صدقي شالوا حماده صدقي، جابوا احمد سامي. ولو بصيت على كله بيتشال نتيجه التعادلات. تمام. يعني اللي انا فاكره مثلا حماده صدقي قعد لعب 11 ماتش، ماتشين مكسب وماتشين خساره وسبع تعادلات. دلوقتي احمد سامي 12 تعادل وخساره وحيده واربع فوز. انت فكرتني، شالوا ارض وحطوا شاهين. ما هي كده يعني. بص، عايز اقول لك حاجه. نادي سموحه نادي من الانديه اللي فيها استقرار مادي عالي قوي، امكانيات كبيره جدا. هي بس العيب الوحيد اللي فيه التسرع في شيل المدربين. يمكن لو في كان استقرار في المدربين كانت النتائج تبقى افضل من كده. ولكن في الاخر اللي انا عايز اقوله لك ان هو القرارات دي بتاعه التعادلات والحاجات دي مهمه جدا، تعرف نوعيه لعيبه سموحه. لعيبه سموحه من اللعيبه اللي هي جايه من كل انديه مصر. يعني لما بيبان لعيب كويس ممكن بياخده. المهندس فرج عامر بيعرف يجيب اللعيبه لما يقول له المدرب عليه. يمكن الفتره بتاعتي البسيطه اللي قعدتها في سموحه انا جبت 3 لعيبه لسه الى الان ليهم وضع كويس، زي ابو الفتوح في الزمالك خدته لسموحه، وبعدين راح المنتخب مع كريم يحيى اللي راح الاتحاد، وبعدين محمد عبد المنعم اللي هو موجود دلوقتي في الفرقه. فاللي انا عايز اقوله لك ان فرقه سموحه فرقه من الفرق الصعبه جدا، ولكن ما بتعرفش تجيب جون سهل، رغم ان هي عندها عدد اجوان كتير، لكن لما بتجيب جون ما بتعرفش تدافع. صح. لما تدافع ما بتعرفش. عشان كده التعادلات عنده كتيره جدا. طب هيلعب ازاي النهارده يا كابتن؟ هو المفترض انه بيلعب 4-2-3-1 احمد سامي، ولكن النهارده هيلعب 4-1-4-1. واقول لك ليه ومعطياته في ايه؟ انه عنده الحته بتاعت النادي الاهلي، وشاف النادي الاهلي في استقرار فني في مباراه الزمالك وفي نشوه في مباراه الزمالك، فهينزل
في البدايه على فكره هينزل يهاجم النادي الاهلي او يضغط على النادي الاهلي علشان عكس طريقه الزمالك في بدايه الزمالك انت فاهمني، ولو عمل كده تبقى مصلحه كويسه للنادي الاهلي ان هو لو فتح المباراه من البدايه النادي الاهلي بامكانياته ممكن يعمل اهداف اكتر ويكسب كويس باذن الله. كابتن احمد بلال، سيناريو سريع الشوط الاول من الفريقين. المفترض النادي الاهلي يمكن هو بيلعب على الفوز، بدايه المباراه من وجهه نظري المفروض تبقى نفس بدايه مباراه نادي الزمالك، انك بتضغط على فرقه سموحه، بتحاول انت ترهبهم دايما، انت في اي مباراه من المباريات لما بتحس المباراه الفرقه اللي قدامك كبيره لازم في البدايه تضغط عليه، لازم تحسسه ان انت جاي عشان تكسب المباراه، لازم تحطه تحت ضغط. هو ده المفترض النادي الاهلي يعمله في الشوط الاول، هو ده المتوقع من النادي الاهلي انه يعمله في الشوط الاول. عشان تستريح الشوط الثاني لازم تبتدي بالشكل ده، لازم تجبر فرقه سموحه ان هي تدافع طول الشوط الاول. اكيد ممكن يبقى السيناريو مختلف زي ما قال كابتن عادل ان سموحه ممكن ينزل يهاجم، لكن انا بتوقع ان النادي الاهلي ممكن يعمل كده، مستر موسيماني يعمل كده. النتائج اللي حققناها مع الضغط في بدايه المباراه نتائج كلها ايجابيه بالنسبه لفرقه النادي الاهلي. مطلوب منك ان انت لما تتاح او تتاح لك فرصه للتهديف انك تسجل اهداف. النهارده التوفيق مطلوب بالنسبه لفرقه النادي الاهلي عشان تقدر كمان تستريح، عشان يقدر يعمل تغييرات بدري، عشان عندك مباراه كمان يوم السبت اللي جاي بعد 48 ساعه. فالنهارده مطلوب ان انت يعني تقتل المباراه من بدايتها. لو اتيحت لك فرصه ان تسجل هدف والتاني لازم تسجل هدف والتاني باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، رؤيتك الفنيه سريعا لاحداث الشوط الاول. لا، مباراه الاستحواذ للاهلي، فرقه سموحه فريق كاونتر اتاك اصلا بيقف في نص الملعب وبيلعبوا على الهجمات المرتده لحسام حسن وعبد الكريم وعبد الكبير الوالي او رفيق ابو لو موجود الشوط الثاني. هم فرقه كاونتر اتاك بيطلعوا على مصطفى فتحي بعد كده بيلعبوا على حسام حسن وبيلعبوا على الناس اللي موجوده، يعني مش هيضغطوا من بدايه المباراه. لا مش هيضغطوا، هم اصلا فرقه كاونتر اتاك. ودي خطوره المباراه النهارده. الاهلي هيبقى معاه استحواذ مهم جدا. النادي الاهلي يلعب على الاطراف كتير، ان اللعب من القلب، هم بيتمركزوا في القلب جيد، هم عندهم بيتمركزوا في القلب جيد. بمناسبه الكاونتر اتاك، الهجمه المرتده السريعه هم بيعملوها بدايه من هاني سليمان. بالظبط، هم مميزين جدا. اي كوره بياخدوها اذا كان كوره منظمه، يعني اذا كان هجمه حد بياخدها بيحطها على طول هاني سليمان او تشتيته، بيبقى على طول بيشتغل على الكره الثانيه وبيلعبوا كاونتر اتاك عليها على طول. صحيح. دي حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي كده هيبقى معاه الاستحواذ، المهم يبقى انهاء الهجمات بشكل جيد. مهم جدا النهارده انهاء الهجمه بشكل جيد، ما تديش فرصه لفرقه سموحه انه يسيطر على الكره ويعمل معاك عليك هجمه مرتده. باذن الله رب العالمين، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا.